لان هو مفيش حاجه، لان هو ناس اصحاب، واي واحده اخرج معاها او اي واحد اقعد معاها يبقى انا لا، ممكن يكون في شغل، ممكن يكون في مرتاحين لبعض، ممكن كل حاجه. بقعد اقول لهم يعني انا بس طلعت مروح حلوه بس، يعني مش اي حاجه تانية. انت ممكن تكوني السمراء وكمان صح، ما انا لا بس يعني لا خلاص احنا راضين. انا بحبهم يقولوا اللي هم عايزينه، مش فارق معايا.